في اليوتيوب. ظهور الوفد التونسي في حفل افتتاح الأولمبياد أثار استهجانا على مواقع التواصل الاجتماعي التعليقات كانت بين اللي عجبهم لكن يقول وين الشاشية وين الجبة وين الروح التونسية فما بارشا قالوا ما نعرفوش كيفاش نخدموا بلادنا فما المصمم التونسي سفيان بن قمره كتب هل بهذا الزي وهذه القبعة والبدلة للأسف اللي لا ترمز للهويتنا ولا الفراء مخزونا تحبوا نقدموا القدام فما ناس دكتور غارت على التصويرة التونسية وفما اللي قال عجبني انا كل واحد فيكم ساعه نحب نبدا عجبتك التصويره ما عجبتك انا شي. عجبتني التصويره اما كل لك غادت على التصوير ولا غادت من التصويره زيد ما جوجي بارتي زيد كي ندخلوا في الحكايه هذوما مصممة زي شوف اسمعني التصويره مش خايبه اما ناقصه هاو الكلام انا يظل لي هكا ما محلاهم انا ريت التصويره محلها على الاخر تاع لي زيليت لي سبورتيف نتاعنا تبقى ناقصه شويه نعم يعني اللي هي تو موجوده في الديجيتال التصويره دي <applause> تبقى ناقصه ناقصه شويه يمكن هويه يمكن شاشيه يمكن يمكن مشمول تو الفرنسيس شفنا التون نتاعهم سماح عملوا الوان الدراب في التنوين نتاعهم يمكن بوتيتر ناقصه حاجه كيما هكا مي باش نردوها معناتها هلك التصوير البلاد وما يعني يفو با يفو با دراماتيزي برشا ناقصه بوتيتر شويه هويه وكاو مي, مي زاده ما شاء الله عليهم وليداتنا وجاتنا اول ميداليه زاده أي. فهمت ما, ما من عندك الوليدات هذوما اللي فارس الفرجاني اللي منح تونس والعرب اول ميداليه في اولمبياد بوزيتيف اون بوزيتيف على الميداليات خير لا الكلتين. لا معناتها معناتها صحيح اه ناقصه هويه أما ما راهو ما قضيه الشرق الاوسط صدق؟ اي خاطر فما ناس مرضت اي انا الحقيقه عجبتني على الاخر الطلعه ايوه. تاعهم اي معناها من حيث المبدا ما حلا طلتهم تقول محلة طلتهم محلة طلت بي. اما بي. كان جيو كان على تصوير تونس في الخارج وأن يكن نكتة في العالم لازمنا أن, ان, ان معناتها لرواحنا، لتاريخنا، لتراثنا، لكل شيء، كان ينجم يتخدم عليها مش شاشيه، مش حط مم. مسقطة معناها، كان ينجم احنا عندنا كرياسيون في, الـ في, الـ في, الـ في اللباس التقليدي، مم. في التراث التونسي عندنا دي كرياسيون معناها من وراء الخيال، معناها في الجمال، في البساطة، في, في كل شيء، فما تطويع تويكا، تطويع للتراث في الـ معناتها الزي حتى اللي يهز للخدمة الرسمي معناها يهز الخدمة دونك كنا نجموا احنا نعملوا التوش متاعنا خاطر أي. خاطر المناسبة اما سينو محليهم والله هنا قالوا شينا حتى مظلة تونسية مزينة كان مظلة ولا السعف نتاعنا في هذيك اللي حطوها فهمت انا مع انه يكون فما هكا توش تونسية الحقيقة فقط انا نغير ونحب فقط, فقط نحب كيف يبدا الوفد هذاك ماشي فما حاجة تقول اللي هو وفد تونسي في وسط الوفود الكل تفضل معز محليهم انا ديما نقول ونحب نهنيهم واللي وصلوا جئتوني الكل قلت محليهم لا لا بشيء انا مزدك من هذيك الكلمه اما انا حبيبي انا حسوني اللي كي غادي لقاو واحد ما هزوش اللبسه نتاعهم وغادي غادي اول حانوت شراو من عنده أنا على خاطر الشابوات هذو من قاموا يتباعوا غادي في البوتيك كل شيء حسوني بالحق معناها كاينه مش حاضره صحيح وعلاش؟ تقول نساو على خاطر تعرف قداش الواحد يتفرج في اللوفرتور تاع الكل تاع الجوز اولمبيك راهي مليارات اللي اللي تنحات راهي هي الـ من من الديجيتال تنحات <توسكت> وغزمو الحفله لا لا خاطر فما موضوع مهم صار <applause> وبرشا حساسيه معناها مليارات يتفرجوا <توسكت> فيها كي شفت انا برشا الدول اللي لبسوا عصري قام عملوا التوش نتاعهم تراديسيونيل وي <applause> <applause> <تص كيما تايلاندا كيما فيليبين كيما برشا مم. اللي عملوا لا توش ما قبل احنا معزن. عملناها عملناها قبل يعطيك الصحه ايه. المغرب كيف كيف والمغرب لبسوا مودرن اه. اما هذاك النجمه معناها فما حسيت اللي فما كرياتيفيتي لهنا مم. الحق ما حسيتش الكرياتيفيتي ما حسيتش التوش ما حسيتش اللي ابار العالم سورتو حتى حدا عالم تركيا معناها تونس وتركيا هذا بعض بعضهم سابريت كونفيزيون سابريت ايه. كونفيزيون فهمتني تقلق معناها حبيت نشوف تكون فما اون توش حتى خمسه حتى نابورت كوا معناها نابورت كال ارتيكل كيما قلت انت المظله كيما نابورت كوا نا تزيريه تزيريه مشاو باللباس التقليدي ايه نتاعهم واحنا يعني معناها واحنا الصناعه التقليديه تاعنا ثريه جدا والله اضحكوا علي ولا انا الدنجري كان يكون احلى من عملوها الدنجري أماني. لبسوا يمتي توش تاع الدنجري حاجه هذاك أم... امتي رابيل الدنجري أم... معناه ما يسالش اما باش نشوف هكا بالحق راهو حسوني اللي خلطوا غادي اه نسينا الحوايج مش يشتروا من اول حانوت لي شابو بي... هي محلها تطلع ويعيشهم و... لي شابو ماهوش مزيانين ولا انا هذا رايي ولا ششي ولا اللي هو مش لازم بالكل يا سيدي نحي كل شيء وعلق مشموم تونسي مثلا شحنة تويس نعلقوا المشموم التونسي علق مشمومة سيد العميد والله شيء حزن قلب ايوه والله العظيم شيء حزن القلب ليش سبب بسيط هو يجي مره في الاربع سنين ونسيت اتصلتينا شفتوا هو تفكرت شي شيء كبير معناتها يا رسول الله معناها مليارات العباد باش تفرج في افتتاح باش يشوفوا الدول العالم وكل مصطفى اغنى بلاد في العالم في الازياء هي تونس كي تمشي في الساحل كل اربع كيلومتر يتبدل إزاي معناها عندنا ثراء يعلم عليك ربي اختزال بتاع خمسين الف حضاره في تونس جينا لبسناهم بلوسيال وابيض وين انا وش وشني بالله برحمه والدي اللي خذا قرار هذايا يعطيني تركيبه مخ انا مسحق بك كل شيء ما نصورش مسمى تونسي هذايا امبوسيبل مستحيل باش يكون تونسي لبسهم الشيء هذايا هما احلاهم صحيح إذا طلعت لكن سامحني 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 انا مش مختص وكان بس ملبس خير من هك أحمد كل حاجة. مش معقول يا ولدي شنو هذا وين وصلنا بالله قلت لك راهي اغنى بلاد في الكره الارضيه من ناحيه الصناعه التقليديه والازياء قلت كل أربعة كيلومتر عندنا زي في تونس هيثم الغزي يقول موجودين هذوما لي شابو في البلفيل ناخذوه من عند الشناوي هذا اللي دوق قلت والله شيء يمشيوا يمشيوا للساحل تو يلقاو 50 مليار لبسه تقليديه نتاعنا تمثل تونس شنو هذا يا شنو بالله العظيم العباد المسؤول على شيء ما عادش فاهمهم بصراحه هذه ابسط الامور ابسط الامور ما شافهم حد قبل ما يمشيوا ولا كل ما فماش مسؤول قال ما تعملوا شنو شنو, شنو هذا فما <applause> حاجه حمراء ذاك الروز هذيك <applause> <على التنزي حسوني تصفيق> اللي هابطه مكتوب عليها تونيزي حسوني بيبيس الكل انا عندي عندي سؤال مهم انتم يكونوا متابعين اكثر مني ابار اللبسه اخي فما ديزيماج دي تاع لي شامبيون تاعنا اولمبيك حضروا مع الوفد محمد الجمودي ما شفتش مثلاً، ولا أسامة الملولي شفتش محمد آه محمد, آه محمد الجمودي اللي آه هذا زاد مهم أيش اي آه جوستومون فكرتني في حاجة تصورت باش تحكيوا عليها انتوما آه نادية الجمودي بنت محمد الجمودي كتبت آه ان يوجع القلب أكثر من التصوير هذه خاطر هما محلاهم كما قلت انت ومحلا طلتهم باش يجيبوا ولا اي سي دي شامبيون ولادنا وفخورين بيهم آه آه تقول بأنه آه ما نحبش كون يتزايد على الوالد على محمد الجنود الجمودي تقول من 2012 عمره ما تم استدعائه باش يحضر مع الوفد الاولمبي محمد, محمد الجمودي هذي تدوينة الاخوة كما هي من عند نادية الجمودي محمد الجمودي وحده علم راه واقف رأ. علم شو علم كيف تجيب محمد الجمودي مش لازم شيء شي. ومش لازم منظل وقتها تنعرفوا هذاك هو الوفد التونسي فوالا اول اول بطل اولمبي تونسي. تونسي. وربي يعطيه الصحه وربي يبقيه ومازال موجود ماهوش موجود محمد قمودي؟ احنا شفنا دي بورتور الافلام جابوا معناها الجيل الاجيال الكل اخر واحد عمره 100 سنه أم. معناها يحترموا الابطال نتاعهم احنا سمحني برا يا سيدي انس جابر مانيش متفقين معها ولا صار انس جابر بقعتها غادي جماعه لي شامبيون تاعنا يلزمهم يكونوا موجودين راهم هذوك حبوا حبوا معنا نحبوا ولا نكرهوا عملوا ميداليه اولمبيه وشرفوا تونس وهزوا عالم تونس أنا كلمه بركه جست حبيت نقول اللي التحضيرات تحسها صارت في خمسه ايام حتى قل <تفكت> امبروفيزاسيون امبروفيزاسيون اي والله خايفه لا يطلعوا نساو بالحق توقع لهم وعزونا قلت نخمم في الحكايه قلت ما يطلعوش خبي حتى كي نسيتوا ما تقولوش خليوها هكاك خليوها هكاك ما نحبوش نحكي ونقولوا نسيتوا اتصلتينا نجاية عطايا شمس النهار 32% بعدها أمينة فاخت سلطان حبك 29% فيروز في أمل 21% ملك الكويس في المرتبة الأخيرة نعمة لليليريا منا 19% دكتور <applause> من منا ظهرت منا مليش يلا أنتو كانت شو قلت لنا الكوكور شوي حلف الأمر حلف الأمر شوي خر سلطان اللي ترابسينا أخبارنا على الديوان فهم صوتكم هذه ناس الديوان مرحبا بكم نست <applause>